تحت رعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة، دشنت شركة دار البلاد للصحافة والنشر والتوزيع قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية للعام 2022. ويهدف هذا المشروع إلى إبراز دور المؤسسات الوطنية الرائدة في دعم النمو الاقتصادي وبيان إسهامات القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي. في تدشين مشروع قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية للعام 2022، ترسية مثلى لعديد القيم وممارسات الشفافية والتنافسية بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالشكل الذي يؤدي إلى تدعيم دورها ومساهماتها في التنمية الاقتصادية. هذه تعطي فرصة لتقدير الشركات على الجهود اللي تقوم فيها من دعم للاقتصاد الوطني، من خلق للفرص سواء في تنويع الاقتصاد أو خلق لفرص العمالة أو حتى في التصدير المنتجات والخدمات البحرينية للأسواق العالمية. إن مبادرة قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية للعام 2022 يعبد الطريق لمرحلة جديدة من الصحافة الاقتصادية المتخصصة على مستوى المملكة وبناء قاعدة بيانات اقتصادية محلية متكاملة على أساس سنوي، تطمح من خلال نافذتها صحيفة البلاد إلى تفعيل تواصلها مع شركائها من القراء والمتابعين بطرح محتوى اقتصادي استثنائي، وذلك لن يتأتى إلا عبر تفعيل أواصر التعاون بين الصحيفة والمؤسسات المالية والشركات بمختلف اختصاصاتها. فهي تعزز قيم الشفافية والإفصاح والتنافسية بين مختلف الشركات العاملة في البلاد، وتبرز دورهم ومكانتهم بما يساعد ويسهل على تدفق الاستثمارات، وهي أيضا توفر مادة بحثية للباحثين وللطلبة وللدارسين ولمعدي الدراسات الاقتصادية. هذه المبادرة نفسها تلفت الأنظار إلى قدرة الشركات في مملكة البحرين على تعزيز تنافسيتها محليا وعالميا، مما يؤيد موضوع أن الشركات البحرينية قادرة على دخول أسواق جديدة، قادرة على المنافسة بها بشكل مهني وبشكل قوي إذا صح التعبير. 50 شركة بحرينية رشحت للإدراج في منافسات هذه النسخة الأولى من المبادرة باعتبارها أول مبادرة من نوعها في البحرين. استغرق إعدادها قرابة عام كامل بفكر لجنة فنية مستقلة ضمت مدققين خارجيين راعت في مراجعاتها وتقييمها أعلى المقاييس والمعايير الدولية المتبعة، من أهمها 4 معايير رئيسية هي الأصول، الأرباح، المبيعات، الدخل التشغيلي والقيمة السوقية، بالإضافة إلى مؤشر فرعي حتى نعطي للتقرير طابع محلي أو وطني وهو نسبة البحرنة. وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة عشرية تبنتها صحيفة البلاد في العام 2019 تقضي بإطلاق 10 مبادرات طموحة تنفذ خلال 10 سنوات. فكرة مشروع استثنائي رائد تقوم على تسليط الضوء إعلاميا على دور المؤسسات الوطنية الرائدة في دعم النمو الاقتصادي وتبيان مسارات ازدهاره بصورة مستدامة عبر تعزيز معايير التنافسية والشفافية والعدالة. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.